إذا كتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعتاد يتوقع أن تؤثر على المناطق الشمالية من المملكة وأجواء مستقرة في باقي المناطق. التفاصيل في النشرة الجوية الرئيسية بعد هذا الفاصل. إذن كما تشير نماذج التنبؤات الجوية الحاسوبية أمامكم، فإن المنطقة الشمالية الغربية من المملكة وتحديداً من بوابة بلاد الشام بدأ هناك اندفاع لهواء بارد وذات درجات حرارة أقل من المعتاد يتدفق باتجاه المناطق الشمالية من المملكة. الأمر الذي سيعمل على انخفاض درجات الحرارة خاصة الليلية منها في ساعات الليل، أقصد في هذه المناطق، إلى مستويات متدنية تجعل الأجواء في تلك المناطق خاصة في منتصف هذا الأسبوع باردة في ساعات الليل، لكن في باقي مناطق المملكة تبقى الأجواء بشكل عام حارة نسبيا، وأيضا الأجواء تكون بشكل عام مستقرة، وهناك فرص للأمطار الرعدية تعود بشكل تدريجي في جبال جنوب غرب المملكة اعتبارا من يوم الاثنين بمشيئة الله تعالى. أما بالعودة إلى الأحوال الجوية، هذه الليلة في العاصمة الرياض فتنخفض درجة الحرارة وصولا إلى 24 درجة مئوية، ولكن الأجواء إجمالا وعموما صافية بمشيئة الله تعالى. بالنسبة للأحوال الجوية خلال 3 أيام القادمة، بعض الأتربة والغبار المثار يوم الأحد متوقع في العاصمة الرياض 37 درجة مئوية درجة الحرارة العظمى، الأجواء حارة نسبيا تتراجع لما بين 34 و 35 درجة مئوية يومي الاثنين والثلاثاء، وتكون درجات الحرارة في ساعتين ما بين 20 إلى 22 درجة مئوية مع أجواء في ساعة الليل تعتبر لطيفة بمشيئة الله تعالى، مع التنبيه بأن هناك انخفاض واضح درجات الحرارة في ساعة الليل في مناطق الشمال من المملكة. نستعرض الآن إلى ونذهبكم إلى درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين، مع تفاصيل الطقس في مدن ومحافظات المملكة. نبدأها شمالا من سكاكا 30 إلى 18، في عرعر 28 إلى 15، وفي تبوك من 28 إلى 17 درجة مئوية. طقس حار في جدة يوم الأحد 37 درجة مئوية العظمى الصغرى 26، في المدينة المنورة 37 إلى 22، وفي مكة المكرمة من 38 إلى 25، وفي الطائف من 28 إلى 18 درجة مئوية. في مناطق جنوب غرب المملكة الأجواء مستقرة عموما، في أبها 25 إلى 14، في الباحة 23 إلى 15، وفي جازان من 35 إلى 28 درجة مئوية، وفي الإحساء من 37 إلى 22، والأجواء أيضا تكون حارة نسبيا، 34 إلى 25 في الدمام و 33 إلى 19 درجة مئوية في حفر الباطن. نختم هذه الجولة في المناطق الوسطى، بعض الأتربة المثارة والأجواء المغبرة في الرياض من 37 إلى 20، في بريدة من 34 إلى 19، أما في حائل من 31 إلى 17 درجة مئوية، والله تعالى أعلم. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.